أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الثانية والفرض الثاني للدورة الأولى للمستوى السادس ابتدائي، نشوف نموذج للفرض الثاني للدورة الأولى لمادة الاجتماعيات المستوى السادس ابتدائي. إذا نموذج لماذا للفرض الثاني للدورة الأولى مادة الاجتماعيات المستوى السادس ابتدائي. إذا النموذج على شكل PDF علقه في الوصف. إذا نبدأ الأسئلة ونشوفوا الأجوبة. إذا سؤال نبدأ مكون التاريخ. أتمم النص باستعمال كلمات التالية: الفلاحية، الصناعية، التجارية، الأمازيغ، الاقتصادية. إذا اعتمد سكان المغرب على ماذا في العصر القديم؟ إذا على مجموعة من الأنشطة وتنوعت الأنشطة إلى ماذا كالزرع والحصاد وأنشطة مثل صناعة المعادن وإلى أنشطة كتصدير الزيوت. إذا اعتمد سكان المغرب الأمازيغ، إذا نكتب هنا الأمازيغ، على ماذا في العصر القديم؟ على مجموعة من الأنشطة. أشنو كتسمى هاد الأنشطة؟ إذا مجموعة من الأنشطة، إذا كالفلاحية، إذا وتنوعت الأنشطة إلى ماذا؟ إلى فلاحية. إذا هنايا إذا إلى مجموعة من الأنشطة، كيف هي؟ الاقتصادية. إذا نكتب هنا الاقتصادية، الاقتصادية اللي دخل فيها الفلاحة ودخل فيها الصناعة ودخل فيها التجارة إلى آخره. إذا نكتسبو هنايا اعتمد على مجموعة من الأنشطة، إذا هنا الاقتصادية، إذا هنا لسباس صغير الاقتصادية. تنوعت الأنشطة إلى ماذا؟ إلى فلاحية، إلى الفلاحية. إذا نكتب هنا إلى فلاحية، إلى فلاحية كماذا؟ كالزرع والحصاد. وأنشطة إذا كيف هي؟ صناعية. إذا وأنشطة صناعية مثل ماذا؟ مثل صناعة المعادن وإلى أنشطة هنا تصدير زيوت، يعني تصدير واستيراد، دخل في التجارة. إذن إلى أنشطة كيف هي؟ إلى أنشطة إذن عندنا تجارية، هنا كاملين بلا ألف ولام باش كيجينا التعبير هو هذاك. إذن إلى أنشطة تجارية. إذن اعتمد سكان المغرب الأمازيغ في العصر القديم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية. إذن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية دخل فيها الصناعة ودخل فيها الفلاحة ودخل فيها التجارة عبر أنشطة فلاحية كالزرع والحصاد، وأنشطة صناعية مثل صناعة المعادن، وأنشطة تجارية اللي فيها تصدير والاستيراد، يعني تصدير الزيوت. إذا عم شو أجيب بصحيح أو خطأ؟ إذن أسس إدريس الأول عدوة الأندلس. إذن صحيح أم خطأ؟ أسس إدريس الثاني عدوة القرويين. بنت فاطمة الفهرية جامع القرويين بفاس. إذا نحاول نكتب صحيح أو خطأ. إذا أسس إدريس الأول عدوة الأندلس، خطأ، بل إدريس الثاني هو اللي أسس عدوة الأندلس. إذا هنا نكتب خطأ، إذا هنا الجواب خطأ. إذا أسس إدريس الثاني عدوة القرويين، هذه صحيح، إذا صحيح. بنت فاطمة الفهرية جامع القرويين بفاس، نعم صحيح. إذا فاطمة الفهرية هي اللي بنت جامع القرويين. إذا غنمشيو دابا سؤال موالي. لماذا أنشأ إدريس الثاني دار السكة بفاس؟ إذا أنشأ دار السكة هي السكة، يعني السكة يعني هي اللي سك النقود، يعني سك النقود، يعني هنا لماذا؟ لماذا؟ لإنتاج العملة، لما لها إذا من قيمة اقتصادية، إذا من قيمة اقتصادية. إذا أنشأ ماذا؟ دار السكة بفاس، أو دار السكة بفاس لماذا؟ إذا لإنتاج، إذا نكتب الجواب لإنتاج ماذا؟ لإنتاج ماذا؟ العملة. إذا لإنتاج العملة، لماذا؟ لما لها من قيمة اقتصادية، لما لها من قيمة اقتصادية، لما لها من قيمة اقتصادية. وكذلك علاش كنمشيو العملة؟ يعني كل دولة عندها عملة ديالها، يعني باش فرض السيادة ديالو، يعني كدل على السيادة ديال هذيك الدولة، كل عملة خاصة بدولة. إذا لماذا؟ لما لها من قيمة اقتصادية ولكونها تدل على سيادة الدولة، ولكونها تدل على ماذا؟ على سيادة الدولة، تدل على سيادة ماذا؟ الدولة. إذن على سيادة الدولة، هذا هما يعني لماذا أنشأ إدريس الثاني دار السكة بفاس؟ لإنتاج العملة، لما لها من قيمة اقتصادية، ولكونها تدل على سيادة الدولة. إذن غنمشيو السؤال الموالي. حدد اسم، دابا نمشيو مكون الجغرافيا. حدد اسم النطاقات المناخية الكبرى في العالم. إذن بالنسبة للعالم كاين ثلاث نطاقات مناخية، كاين النطاق
البارد، يعني في الجهة القطبية الشمالية والجنوبية، كاين النطاق الحار وكاين النطاق المعتدل. إذا نكتبو النطاق البارد، النطاق البارد، كاين النطاق المعتدل، وكاين ماذا؟ النطاق الحار. إذا بالنسبة للمغرب، بالنسبة للمغرب هو فيه جوج نطاقات، إذا كاين النطاق المعتدل والنطاق الحار، إذا ثلاث نطاقات مناخية كبرى عرفوهم، هما النطاق البارد، النطاق المعتدل، النطاق الحار. النطاق البارد، النطاق المعتدل، النطاق الحار. إذا ننتقلوا السؤال الرابع، قالك حدد موقع المغرب حسب النطاقات المناخية. أنا كما قلت لكم موقع المغرب يعني بالنسبة للنطاقات المناخية جاء ما بين النطاق الحار والنطاق المعتدل. إذا هنا عطينا النطاق الحار، النطاق البارد، إذا بالنسبة للمغرب ما كاينش في النطاق البارد، كاين في النطاق الحار. نعم، نمشي السؤال الموالي. إذا حدد ماذا موقع المغرب حسب النطاقات، قلنا النطاق الحار. أتمم الجدول التالي حسب النطاقات الزمنية. إذا أحدد موقع المغرب ضمن خطي العرض. إذا بالنسبة خط العرض شمالا هو ماذا؟ إذا بالنسبة خط العرض شمالا هو 36 ماذا درجة، وخط العرض جنوبا هو 21 درجة. راه عندكم في كتاب جغرافيا. إذا بالنسبة كاين خطوط طول بالنسبة للمغرب غير باش تعرفوها. إذا خطوط الطول، إذا نكتبها لكم مثلا يقدر يجيكم سؤال. إذا الطول عندنا، إذا بالنسبة للطول شرقا وغربا، 1% شرقا، وإذا 1 درجة شرقا، و 17 درجة غربا، 17 درجة غربا، غير باش تعرفوها. إذا مزيان. إذا دابا أحدد موقع المغرب بالنسبة لخط الاستواء. إذا المغرب بالنسبة لخط الاستواء جاء في الشمال ديال خط الاستواء. إذا يقع المغرب في الشمال من ماذا؟ من خط الاستواء. في الشمال من خط الاستواء، نعم. إذا يقع المغرب في الشمال من خط الاستواء. إذا سالينا مكون الجغرافيا اللي خاصكم تعرفوا في هذا المكون، أن كاين ثلاث نطاقات، نطاق البارد، نطاق المعتدل، والنطاق الحار. أن بالنسبة موقع المغرب هو جمع بين النطاق الحار والنطاق المعتدل. إذا وبالنسبة موقع المغرب ضمن خطي العرض 36 درجة، 31 درجة، 36 درجة شمالا، 31 درجة جنوبا. وبالنسبة لموقع المغرب بالنسبة لخط الاستواء يقع شمالا من خط الاستواء. إذا دابا أحدد هنايا، أمشو دابا سالينا مكون التاريخ، مكون الجغرافيا، أمشو التربية المدنية أو التربية على المواطنة. إذا صنف السلوكات التواصلية التالية إلى إيجابيات وسلبية، يعني التواصل يعني سلوكات إيجابية وسلوكات سلبية. إذا هنايا نحاول نصنف هذه السلوكات إلى سلوكات إيجابية وسلوكات سلبية. أتعصب لرأيي إن كان صائبا، احترام الرأي الآخر، انتقاد الرأي الآخر، الحوار من أجل إيجاد حلول. إذا أتعصب لرأي إن كان صائبا، هذا سلوك سلبي، يعني خاصني ما نتعصبش واخا الرأي ديالي يكون خاطئ أو صحيح، ما نتعصبش. إذا هنا سلوكات سلبية. إذا أتعصب لماذا؟ أتعصب لرأي إن كان صائبا، لا. إذا حنا ضد التعصب، إذا خاصنا نحترموا الآخر، إذا ونحترموا كذلك انتقادات الآخر إلى آخره. احترام الرأي الآخر هذا سلوك إيجابي. احترام الرأي الآخر، احترام الرأي الآخر. إذا نمشيو السؤال أو الجملة الموالية، انتقاد الرأي الآخر. إذا هو انتقاد كاين، ولكن انتقاد من أجل انتقاد كيتسمى سلوك سلبي. إذا ناقش واحد شي رأي خاصني نحترم الرأي ديالو ماشي ننتقدو، إذا وليكون انتقاد بشكل إيجابي. إذا هنايا هنا سلوك سلبي، انتقاد ماذا؟ الرأي الآخر. هنا كيقصدوا الانتقاد من أجل الانتقاد، إذا انتقاد الرأي الآخر. إذا نحاوروا نحترم الرأي ديالو. إذا هنا غنمشيو دابا الحوار من أجل إيجاد حلول. نعم كنكون نتحاور مع شي واحد خاصني نحترم الرأي ديالو، ما نجيش ننتقدو، ولكن خاصنا نتحاوروا باش نوصلوا إلى حل. إذا هنا الحوار من أجل ماذا؟ من أجل إيجاد حلول. إذا من أجل ماذا؟ إيجاد ماذا؟ إيجاد حلول. إذا هنايا سالينا بالنسبة عملنا سلوكات إيجابية وسلوكات سلبية. إذا احترام الرأي الآخر، الحوار من أجل إيجاد حلول، سلوكات سلبية، أتعصب للرأي إن كان لرأيي إن كان صائبا، انتقاد الرأي الآخر. ننتقلوا سؤال الثاني ديال التربية المدنية.
إذا السؤال السابع، اقرأ النص قراءة جيدة واذكر 4 تصرفات لحماية الحياة الخاصة للأطفال على الإنترنت. تنصح منظمة الشرطة الدولية بمجموعة من السلوكات التي يجب القيام بها لحماية الحياة الخاصة للأطفال على شبكة الإنترنت، وتوصي بنفس المنظمة بضرورة التحكم بالأجهزة والمعلومات وكلمات السر الخاصة بالأطفال. من جهة أخرى تحذر من تبادل المعلومات الشخصية كالعنوان واسم المدرسة. إذا قال لك 4 تصرفات لحماية الحياة الخاصة، بالنسبة شنو هما المخاطر اللي قدرت تهدد الحياة الخاصة للأطفال على الإنترنت؟ هي التحرش الجنسي، التعرض لمحتوى غير لائق، التشهير والإرهاب النفسي، سرقة الهوية، المضايقة والابتزاز. شنو هما الحلول؟ لا أتبادل الحوار مع مجهولين، لا أنشر فيديوهات أو صور شخصية، لا أفتح الروابط المجهولة، لا أحمل الألعاب قبل التأكد منها. إذا نشوفوا هنا على حسب النص، إذا نعملوا 4. إذا ضرورة التحكم، إذا ضرورة ماذا؟ التحكم بالأجهزة والمعلومات الخاصة بالأطفال. إذا بالأجهزة والمعلومات الخاصة بالأطفال، إذا والمعلومات الخاصة بالأطفال، والمعلومات الخاصة بالأطفال. نعم، إذا غنمشيو للنقطة الثانية، تحذر من تبادل المعلومات. لا أتبادل المعلومات الشخصية. إذا كالعنوان واسم المدرسة، إذا كما جاء في النص، كالعنوان واسم ماذا؟ المدرسة. نعم، اذا غنجي قالوا لنا 4. اذا نحترموا ديما، يعني نحترموا اشنو كيجي في يعني في السؤال. قالوا لنا 4، نعطيهم 4 ونعملوا على شكل عوارض. اذا غنمشيو 3. 3 اذا قالوا لنا بالنسبه لكلمات السر الخاصه بالاطفال، اذا مثلا بعد اول حاجه نعملو لا اتبادل الحوار مع مجهولين، اذا تحذر من تبادلات الشخصيه، وكذلك لا اتبادل حوار مع مجهولين، يعني شي واحد ما كنعرفوش. لا اتبادل حوار مع مجهولين. بالنسبه لكلمات السر خاصه تكون اكثر امانا، اذا استعمال كلمات سر اكثر، استعمال كلمات السر اكثر امانا. اذا مثلا نعمل جميع الكاركتر، يعني حروف ارقام الى اخره، ما تكونش مثلا كلمه صغيره فيها غير الاسم وتاريخ ازدياد الى اخره. نعمل استعمال كلمات السر اكثر امانا. كما قلت لكم، لا احمل العاب قبل التاكد منها، لا افتح الروابط المجهوله، لا انشر فيديوهات او صور خاصه بي الى اخره. اذا هنايا كتبنا ضرورة التحكم بالأجهزة ومعلومات خاصة بالأطفال، لا أتبادل الحوار مع مجهولين، استعمال كلمة سر أكثر أمانا. إذا بهذا سرينا التصحيح ديال هاد الاجتماعيات ديال المستوى السادس. نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.